مساء الفل. من ساعة ما دخلت الكورونا علينا دايما تلاقي خناقات، خناقات مع الناس اللي بتلبسش كمامة، خصوصا في المواصلات العامة، المولات أو الأماكن الحكومية. اللي يقولك أصل نسيت الكمامة في البيت ومفيش مكان قريب أجيب منه، واللي يقولك ما بحبش ألبسها عشان بتعملي ضيقة في النفس، واللي حاطط الكمامة في جيبه ما بيطلعهاش غير وهو داخل على أي بوابة، وأول ما يخش المكان يعدي بس يقلعها ويرجعها يحطها في جيبه تاني. في كتير مننا كده، وكلنا أكيد شفنا ناس بتهرب من إنها تلبس كمامة. لكن منا بطل القصة حقيقية النهاردة، كانت عكس كل دول. منا بعتت لنا تقول أنا على طول لابسة الكمامة ومبقلعهاش حتى لو هموت. مش لابساها عشان خايفة من الكورونا، لا، أنا بلبسها عشان خايفة من عيون الناس. طب تفتكروا يا ترى ايه اللي في عيون الناس بيخوف منا؟ تعالوا نشوف القصة من أولها. اسمي منا، في تالتة إعدادي، وعارفة إن سني صغير شويتين، بس جوايا وجع كبير قوي علمني أتكلم بطريقة أكبر من عمري. مبدئياً أنا إنسانة طموحة جداً، وبعتبر نفسي من الناس اللي لما بتحط حاجة في دماغها بتعملها، والحمد لله ملتزمة دينياً إلى حد ما، مختمرة، وبلبس واسع، وبصلي في الميعاد، وبحفظ قرآن، وبسمع تفسير، وبقرأ كتب في السياسة والأدب. دايماً بحاول أستغل أجازة نص السنة والصيف في حاجات مفيدة، بس للأسف عايشة مع أهل بدل ما يشجعوني أكمل اللي أنا فيه بيعقدوني ويكرهوني في نفسي. أهلي يا سالي بينتقدوا طول الوقت، بينتقدوا شكلي بطريقة صعبة وبتوجع. عندك بابا دايماً بيفرق بيني وبين أخواتي عشان شكلهم حلو وأنا لأ. أنا عارفة ومعترفة إنهم أجمل مني بكتير، ودي حاجة والله ما بتزعلنيش خالص، بالعكس أنا بحب أخواتي. بس ليه أبويا يعيرني بحاجة زي دي؟ هو أنا اللي اخترت شكلي؟ هو أنا اللي خلقتني؟ هي ليه أصلاً الناس تقيم بعضها بالجمال والشكل اللي محدش اختاره ولا ليه إيد فيه؟ ليه اللي شكلهم أحلى هما اللي بيتحبوا ويكونوا محل إعجاب وتقدير، مع إن الأصل في الموضوع هو الأخلاق والمعاملة، هما دول اللي إحنا مسؤولين عنهم وهنتحاسب عليهم. أول حاجة ما شاء الله اللهم بارك على اللي أنت بتعمليه وعلى حفظك القرآن وإنك متصالحة مع نفسك وبتذاكري وتثقفي نفسك، وصح زي ما قلتي أهم حاجة الأخلاق والمعاملة، الأخلاق اللي بينك أنت وبين نفسك وبينك أنت وبين ربنا، والمعاملة اللي بينك وبين الناس، ده بجد مش كلام إعلام وخلاص، هما دول اللي هنتحاسب عليهم منا. صح، تعالوا نكمل. من كتر انتقاد شكلي بقى ما عنديش ثقة في نفسي خالص يا سالي. أنا بمشي في الشارع خايفة الناس يتريقوا علي زي ما أهلي بيعملوا، عشان كده لما الكورونا جت كلنا لبسنا كمامات عادي، وأنا لبستها في الأول عادي، لكن لما لقيتها بتداري وشي وبتشيل عني حمل إن الناس تشوفني ما بقتش أشيل الكمامة من على وشي، وبفضل لابساها طول الوقت ليل ونهار. وبعد ما هوجة الكورونا هديت شوية وناس كتير قلعت الكمامة بقيت برضو بلبسها. تقدروا تقولوا إنها بقت زي درع بيحميني من النظرات اللي بتضايقني. ما بقتش بقلعها خالص يا سالي حتى لو حصل إيه. هو مبدئياً عايز أقولك على حاجة، الكورونا مش هوجة وهديت أو هوجة وخلصت، ده بالعكس إحنا ساعات نلاقيها في البيك أو في أعلى درجاتها، وساعات تخف شوية مثلاً في الصيف، بس كلنا لسه بنلبس كمامات يا منا. ربنا يلطف بينا ما نتفاجئش بمو، يعني كل شوية أقولك إيه، موجة مش عارفة متحور إيه، موجة مش عارفة إيه على إيه، يا رب ما نتفاجئ بموجة جديدة يا رب. والصحة أصلاً إننا ما نبطلش نلبس الكمامة، مش بقول الكلام ده عشان قدام التلفزيون، بس فعلاً كلنا بنلبسها، أنا حتى وأنا في الراديو بلبسها وأنا على الهوا. أول ما نخرج من البيت نلبس الكمامات، بس في حالتك أنتِ لابسة الكمامة ليل نهار، بتستخبي بيها من الناس؟ لا كتير. وعايز أقول لك على حاجة، إنه لبسها الكتير ممكن يعمل لك حبوب في بشرتك
طب انتي مستريحه وانتي لابساها على طول؟ طب وشك؟ بشرتك تاني زي ما قلتلك؟ بتتنفسي عادي؟ طب في البيت بتلبسي الكمامه يا منى؟ تعالوا نكمل ونعرف. انا بلبسها يا سالي حتى لو كنت مخنوقه ومش عارفه اتنفس، ولو تعبانه وهموت برضو ما بقلعهاش، عشان محدش يشوفني. بقيت بزعل لما حد يقول لي انتي قمر او شكلك حلو او ايه الجمال ده، بقيت بزعل لانهم بيكذبوا عليا عشان ما ازعلش، وبعمل قدامهم عادي كاني فرحانه، بس من جوايا بتقطع. عمرها ما قالت لي كلمه حلوه تديني 1% ثقه، ولا اي حد في البيت، لا ابويا ولا اخواتي، كلهم نفس النوع ونفس النظام. حتى جدتي كل شويه تفضل تقول لي يا سوده، وانا مش سوده اصلا، بس عشان جدتي بيضه جدا فشايفاني سوده، مع اني مش كده، انا اغمق منها بشويه. وحتى لو سمره، ده المثل بيقول ايه؟ لك السمار نص الجمال، مش مثل وخلاص. كل الاغاني اتعملت للسمر، انت بنفسك قلتي في اول رسالتك. محدش فينا بيختار شكله، صح؟ انا بحب السمار ده، انا ساعات بغمق نفسي او ساعات بستنى الصيف عشان ابقى اغمق. ايه منا؟ تعالوا نكمل. لما بشوف صحابي وهما بيحضنوا اهاليهم بتوجع قوي. انا عمري ما اتحضنت ولا حسيت الاحاسيس الجميله دي، كنت بفضل اعيط واقول ليه ما فيش عندي حد يحسسني اني غاليه عنده، يعني كلمه اهل وقرايب. ولحد النهارده بعيط لما اشوف اخوات بيحبوا بعض، بيحضنوا بعض، بيخافوا على بعض، او ام بتحضن عيالها. مش حقد والله، بس بعيط اني ما حسيتش الشعور ده من وانا صغيره. كنت بفضل اذاكر وافكر في حلول لمسائل الرياضيات عشان اشترك مع اصحابي في المنافسة. لما كانوا بيسألوني جبتي طريقة الحل دي منين، كنت بكدب عليهم وأقول لهم ماما قالت لي عليها، ودايما بقول بابا جاب لي وجاب لي وخدني معاه وسافرنا ورحنا الحتة الفلانية، مع إن بابا في الحقيقة كان بيسفر إخواتي معاه وأنا لأ. وفي مرة حكيت اللي جوايا لأختي، وبدل ما تحس بيا وتراضيني راحت حكت لعمتي، وكلهم فضلوا يضحكوا ويتريقوا عليا. ومن يومها وانا قررت مش هحكي حاجه لحد تاني. عندي اخوات وعندي اهل ولا كانهم موجودين. وزي ما شفت حلقه قديمه في برنامجك عن بنت بعتت لك كان اسمها جنه وبتكتب قصص وروايات، انا كمان بكتب روايات وبحكي عن مواقف بتحصل معايا، وبقى عندي اصحاب ومتابعين كتير بنات بس على الواتساب والفيسبوك والتليجرام. وكمان هتنزلي رواية قريب قوي على جوجل، وبدل ما أهلي يفرحوا بيا ويشجعوني مش بيدعموني خالص. وماما بتقولي الكتابة هتضيع دماغك وتقلل تركيزك، مع إن الكتابة هي اللي خلتني فاهمة الناس كويس جدا. وبسبب الكتابة بقى عندي معارف كتير على السوشيال ميديا، كتير منهم طلبوا يقابلوني، وفي منهم من نفس البلد، بس أنا اللي بخاف حد يشوفني وما يحبونيش، زي ما أهلي بخاف يكرهوني، بخاف من نظرات كل الناس، ما عنديش ثقة في نفسي أبدا. الرواية اللي بكتبها فيها البطلة أهلها بيحبوها وبيحتووها، لأن أنا نفسي قوي أتحب من أهلي. لحد هنا وخلصت الرسالة أو القصة. كان نفسي ما نقفش عند الحته دي، يعني وانا حتى بقراها بقول اكيد هتنتهي او هتقفل على قفله حلوه. منا في ثالثه اعدادي قدرت تكتب رساله تخليك وانت بتسمعها يعني تفكر في حاجات كتير، حسيت في حاجات كتير قوي، حسيت فيها انه وجع، وان هي مضطره تبرر نفسها، يا حرام انا مش بحقد والله، انا ببقى زعلانه من كذا وكذا وكذا. العالم القاسي ده، الاجيال اللي جايه فعلا سابقه سنها بكتير، بس يا ترى بقى، يا ترى بقى، مش احنا دايما بنسمع القصه من طرف واحد، فبيبقى امانه وواجب عليا ان انا اقول كده. هل منا فعلا عندها حق في كل اللي قالته؟
هل ده حصل؟ هل في اهل ممكن يتريقوا على شكل بنتهم كده؟ ممكن نهزر مع ده، انا حتى هعتبره على انه هزار. ممكن جده تقول لحفيدتها يا سوده؟ ولا حب منا للكتابه والتاليف؟ كبر المشكله قوي، ما لازم احط كل الاحتمالات. خلاها تقول تفاصيل طويله عريضه جواها غريبه. طب لو كان كلامها بقى حقيقي، نحللها ازاي عقده الكمامه دي؟ ازاي نقربها من اهلها؟ ازاي نحول البطله اللي بتكتب عنها في الروايات، البطله اللي بيحبها اهلها وبيحتووها، ليها هي وتبقى بطله في الواقع؟